التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعين الاعزاء عشاق الأصالة. هكذا يسير شوطنا ايضا الثالث في تعداد اشواط هذا اليوم، وهو يعتبر الان للابكار، ونسير للمقدمة الاولى لنتابع المقدمة والمركز الاول. وهذه الان الظبي تتقدم مع مقدمة هذا الشوط. ياتي علي بن العبد بن خميس العويسي، مرحبا بك يا ابو يمعة، يتقدم نحو المقدمة والصدارة، بينما النقلة هلون إلى المركز الثاني لنتابع الوصول من الجانب الآخر. يتقدم في هذه اللحظات، وهناك الوصول من قبل دموع محمد بن عامر بن حمد الهاشمي، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من متعب حمد بن سالم بن محمد المدهوشي، يتقدم المركز الرابع عندك يا العويسي سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، ومرحبا بشعار الميدية أوصلوا أهل الرماح، يتقدمون مع لفحة نايف بن محمد بن روية الخيالي، أوصلوا أهل الطلايب والإنجازات. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى دموع، إلى دموع، دموع الفرح، دموع البطولات. يتقدم محمد بن عامر الهاشمي وعلي بن العبد العويسي، يتقدم في هذه الانطلاقة مع الظبي ونايف بن محمد بن روية، قادم مع لفحة ثلاثية، ثلاثية رائعة. الفوز وين؟ إلى السلطنة أم إلى أهالي رماح؟ أهالي رماح قادمين بأقوى السلاح. أشكرك يا راعي المايدية، سلموا لي على أبو محمد أحمد بن محمد بن روية، تهانينا لنايف بن روية على فوز لفحة. بينما في المركز الثاني أوصلت مشاهدينا الكرام دموع لمحمد بن عامر الهاشمي، والمركز الثالث وصلت للظبي علي بن العبد العويسي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. لكن عودة بالتهنية والناموس إلى مالك لفحة نايف بن محمد بن روية الخيالي، توقيت الزمني دقيقتين 13 ثانية. تهانينا والناموس وسلام لأهل الرماح، سلام تهانينا لأحمد بن محمد اللي تابعها ويضمنها واللي تألق بها بناموسي هذا الشوط.